نرجع مع دور ال 16 والبدايه الحقيقيه لبطوله الامم الافريقيه. قلنا انه البطوله بتاعه 2019 دي يا جماعه هتبتدي من دور ال 16، وقلنا مش عايزين اي فرقه تستهون باي فرقه عشان الكوره ما فيهاش غير المجهود والشغل البدني والاحترام والاحتراف والحاجات اللي شبه كده. وكنا بنتكلم على منتخبنا الوطني، يعني كنا بنتكلم على منتخب مصر، انه الموضوع بالنسبة لنا ابتدت البطولة النهاردة. كبرى مفاجآت هذه البطولة، يعني واحد من الفرق المصنفة والمرشحة للفوز بهذه البطولة هو المنتخب المغربي، بيغادر هذه البطولة من دور الستاشر في مفاجأة من العيار الثقيل، وأي شخص يقول أي حاجة تانية غير كده يبقى يعني بيهون من الموضوع أو غير مدرك لحجم المنتخب زي منتخب الجزائر، زي منتخب المغرب اللي قدم أداء قوي جدا الحقيقة في مباراته التانية في دور المجموعات امام منتخب كوت ديفوار وفاز عن جداره وعن استحقاق. والمباراه اللي بعدها كان بيفوز على جنوب افريقيا بهدف دون مقابل. وفرقه المغرب الحقيقه من الفرق اللي دايما مرشحه للفوز باي بطوله بتدخلها، لكن افريقيا ما بقاش فيها كبير تاني، افريقيا ما بقاش فيها كبير. المستويات والطموحات والقلب والدوافع عليت جدا عند الفرق وعند المنتخبات. النهارده بنين، خد بالك، اللي ما كانش بيشوفها، بنين اتعادلت مع غانا واتعادلت مع الكاميرون، اهو بقول لك اسمين هم، فما كانتش صيت سهل لاي حد في المجموعه بتاعتها. النهارده بتعرف تتقدم على المغرب وبتعرف تفوز على المغرب بركلات الترجيح من نقطه الجزاء، والمغرب هي الاكثر يعني قدرة والأكثر فنية والأعلى فنيا من منتخب بنين، دي مفيهاش كلام. بس دايما بقى بنتكلم عن حتة انك تبقى مركز والتسعين دقيقة تبقى انت عايش فيهم المباراة، وهو ده اللي بيفرق. انت التاريخ حتى كمان لما تيجي ترصده كده ما بين المغرب وما بين بنين، خمس مواجهات، الخمس مواجهات فازت فيهم المغرب، ما بين رسمي وما بين ودي، ثلاثة رسمي واثنين ودي، المغرب بتكسب بنين في اي حد، في اي حته، في اي مكان. اخر مباراه وديه ما بينهم في 2014 المغرب كسبانه بنين 6-1، عادي جدا عشان ده الطبيعي. لكن دي بقى كره القدم. ما احنا ليه بنحب كره القدم؟ علشان هي ملهاش ثوابت. مفيش حاجه اسمها انه عشان انا منتخب واخد 7 افريقيا مثلا، هو منتخب مصر، هنزل استهون باي تيم تاني. ودي رسالة مهمة، انت مش اتقل من منتخب جنوب افريقيا فهتكسب بالتليفون، لا، انت لازم تحترم جنوب افريقيا جدا. انت ما تبصش على ان انت واخد صدارة مجموعتك وصاعد اول، عشان الكرة ما فيهاش كده. انت المغرب دي صاعدة ايه، اول ولا كانت صاعدة حاجة تانية؟ اول المغرب من الفرق اللي جمعت 9 نقاط. فمغرب بتلعب الثالث، فلنا في ذلك أسوة. يعني نعتبر بقى، يعني نبص على الحتة دي، مهمة قوي. رسالة للاعبتنا، لجهازنا الفني، لولادنا واخواتنا. بكرة ان شاء الله بإذن الله روحنا في الملعب لازم تبقى عالية، وتركيزنا لازم يبقى عالي. النهاردة الكورة ما بتعترفش إلا بالمجهود، ما بتعترفش غير انك تبقى مركز كويس جدا جدا جدا، وتبقى التكنيك بتاعك والتكتيك بتاعك في الملعب ما فيهوش غلطه وما فيهوش ثغره. وان غلطت تعرف تعوض، وان غلطت تعرف تعوض. انت النهارده منتخب مصر اللي فايز كل ماتشاته في دور المجموعات، منتخب مصر اللي محقق العلامه الكامله، منتخب مصر اللي بيلعب وهو معاه 9 نقاط من دور المجموعات. بس المرحلة دي خلصت، المرحلة دي انتهت، مرحلة المجموعات جمع نقاط انتهت. احنا في مرحلة خروج المغلوب والضربة القاضية، عايزين ايدينا تبقى اسبق من اي ايد تانية، عايزين نبقى مركزين جدا، ما نبصش لجنوب افريقيا على ان هي تالت مجموعتها واحنا اول مجموعتنا، واحنا اصحاب الارض والجمهور والتاريخ و و و، وانه منتخب جنوب افريقيا
قد لا يكون هذا المنتخب المخيف اللي احنا كنا نعرفه من سنين. ده واقع، بس انت ما تضمنش بكرة هو ممكن يبقى